أشاد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بمستوى طلبة وطالبات البحرين من المدارس الحكومية والخاصة ومشاركتهم الفاعلة ووعيهم بأهمية القضايا الإنسانية والمشاكل الملحة على المستوى العالمي والقدرة على تحديدها وصياغة الحلول عبر مجموعات العمل الطلابية. ونوه سمو لدى حضور مساء أمس ختام فعالية مؤتمر أنموذج الأمم المتحدة السنوي السابع الذي تنظمه مدرسة بيان البحرين النموذجية تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية والذي أقيم بمبنى المدرسة بمدينة عيسى. نوه بدور مدرسة بيان البحرين على تنظيم هذا النشاط السنوي وبما يحظى به من اهتمام واسع واعتراف دولي من مؤسسة ثمان العالمية كأحد أبرز المؤتمرات المنظمة لأنموذج الأمم المتحدة التي يتم تنظيمها في إطار خدمة الأهداف التعليمية والتربوية والمؤتمر السادس في الشرق الأوسط والأول في المملكة الذي يحصل على الاعتراف الدولي بمشاركة 400 طالب من 15 مدرسة حكومية وخاصة لمناقشة قضايا عالمية مختلفة. وقد أكد سموه على دور مثل هذه الأنشطة الطلابية في بناء القيادات الشبابية وتعزيز مخرجات المناهج الدراسية وبث الوعي بين الطلبة بشكل القضايا الدولية ودور الشباب في خلق وعي مستنير حولها من خلال التأكيد على مهام الأمم المتحدة ودورها في معالجة مختلف القضايا والمشكلات على المستوى الدولي. ولدى وصول سمو الشيخ عيسى إلى قاعة المؤتمر الذي حضره عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء كان في الاستقبال الشيخة الدكتورة ميلة عتيبي رئيسة مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين النموذجية. وقد ألقى معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية كلمة رحب فيها بسمو الشيخ عيسى ونوه باهتمام مدرسة بيان البحرين بتنظيم هذه الفعالية السنوية التي تمثل إحدى أهم الملتقيات الطلابية التي تحاكي اهتمام الأمم المتحدة وتحديد أهم قضايا العالم وصياغة الحلول لها. كما ألقى الطلبة كلمة تناولت المناقشات المختلفة التي تطرق لها المؤتمر خلال يومين من انعقاده وأهم التصورات والحلول التي طرحها المشاركون فيه والذين أخذوا أدوار الدبلوماسيين وممثلي الأمم المتحدة ليومين كاملين.